رصد أحد الأشخاص دخول وجبة سيارات رباعية الدفع نوع تاهو مصفحة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي. دعونا نشاهد. نورك صورة. هاي يوم 11 رمضان 17/5 يوم الجمعة. هاي التهوات جاية لمجلس النواب بمكان ما يجيبون تهوات وسيارات ومصفحات لهم، كانوا يوزعون على العالم الفقرة اللي ترسل مناطق بشوفهم بشهر رمضان. هاي يوم الجمعة 17/5 وجبة مع التهوات 2019 جايات المجلس النواب. جاي شوف التهوات، إذن جايات المجلس.